للحديث عن سيطرة الميليشيات وفسادها في المحافظات المنكوبة وأثر ذلك على المواطن المقيم في هذه المحافظات أو حتى المهجر منها، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري. أستاذ زياد، مرحبا بكم. معلومات متداولة وأيضا واردة خاصة من مدينة الموصل تفيد بأن العديد من نواب المحافظة تواطؤوا بقضايا فساد وذلك خدمة لأحزابهم، لكن هنا كيف يبقى بعضهم على رأس عمله حتى الآن وهو متهم بقضايا فساد؟ نعم، تحياتي لك ولكل مشاهديكم الكرام. في مدينة الموصل وبعد دخول القوات الحكومية وميليشيات الحشد، شاهدنا جميعا سيطرة وسطوة تلك الميليشيات، أسست إلى قانون جديد وهو قانون ما كان يدفع لداعش من أتاوات يتم دفعه لتلك الميليشيات وتلك المكاتب الاقتصادية، ومن ضمنها حتى النواب في البرلمان العراقي أو مسؤولين بالدولة أو قادة حشد، واليوم انضم لهم نواب وبرلمانيون من ما يسمى بالسنة، العرب السنة أيضا، حيث فرضوا نسب ثابتة على كل المشاريع التي تقام في مدينة الموصل ومن ميزانية المدينة. وهناك أمثلة الحقيقة كثيرة، ولعل يعني على عجالة، هناك مثلا هناك 580 مليار دولار قيمة أحد العقود، وهو شراء عجلات لمدينة الموصل أو محافظة نينوى. أخذ هذا النائب أو هذه الشخصية أو هذه الكتلة 100 مليار من قيمة هذا العقد تحديدا له شخصيا أو لكتلته، حتى يوزع على بقية الأعضاء الذين يصرف عليهم. فكل موظف في مدينة الموصل اليوم يشترى ويباع حسب البورصة وحسب الأسعار وحسب المنصب وحسب ما يتم الاستفادة من ذلك المنصب في أي دائرة أو في أي منصب مهما كان، حيث يتم شراء المصوتين لهذا المنصب، والأسعار تتباين ما بين كتلة وكتلة، والذي لديه سيولة يستطيع شراء هذا المنصب من ذاك، وكل ذلك على حساب المواطن البسيط في مدينة الموصل ومحافظة نينوى. زياد، يعني ما يقارب من 3 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية في المحافظات المنكوبة وخاصة في مدينة الموصل، لم يتم إعمارها رغم وجود المخصصات وأموال الدول الداعمة، ما السبب برأيكم أستاذ زياد؟ الحقيقة هناك أسباب عديدة، أهمها الفساد المستشري في داخل مؤسسات الدولة في مدينة الموصل والأتاوات التي تفرض، كذلك عدم جدية الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية ما بعد أحداث دخول القوات الحكومية لمدينة الموصل. الحقيقة لا توجد جدية حقيقية لإعادة إعمار المدينة، هناك مليارات خصصت من قبل الحكومة على مضض طبعا هذه، وهناك مليارات أخرى الحقيقة رهبت من مخصصات وميزانية محافظة نينوى ومن قبل الحكومة، حيث لم تصرف لها المخصصات في فترة احتلال داعش للمدينة، وكذلك لم تستطيع هذه الحكومة المحلية أو المركزية من بناء مرافق صحية تتناسب مع حجم وسكان ثاني أكبر مدينة في العراق، مدينة الموصل، وثاني أكبر محافظة بالعراق هي محافظة نينوى بعدد السكان، وكذلك هي من المساحات الكبيرة أيضا وتنوع هناك في داخل المدينة، ولكن للأسف الشديد الحكومة لم تكن جدية. لا يوجد حد الآن مطار في مدينة الموصل، بينما هناك محافظات كثيرة لديها مطارات وأقل بعدد المساحة والسكان من مدينة الموصل، كذلك لا توجد لحد الآن بنى صحية لهذه المدينة وبنى تحتية وجسور، كل الحلول ترقيعية، وهناك بعض الإنجازات تنسب لمنظمات عالمية استطاعت أن تجعل من الحياة تسير ببطء شديد، ولكن الحقيقة هناك مقت ونقد كبير للحكومة المحلية والحكومة المركزية التي عجزت عن توفير أبسط مقومات الحياة في مدينة الموصل ومحافظة نينوى. أستاذ زياد، المحللون والمراقبون في مدينة الموصل يتحدثون عن أن المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب وأيضا الميليشيات هي أحد أوجه الفساد في الموصل وأيضا في المحافظات المنكوبة، لكن هنا
كيف أثرت هذه المكاتب على حياة المواطن في مدينة الموصل وفي محافظة نينوى بشكل عام؟ الحقيقة التأثير كبير جدا على أبناء المدينة، وللأمانة الحقيقة ليست هي مسألة طائفية بقدر ما هي مسألة فساد. فالبرلمانيون والأحزاب المحسوبة على العرب السنة أكثر بطشا بأهلنا وأبناء مدينتنا، الذين يقومون بتعيين من مدير قسم إلى مدير دائرة إلى أي منصب حساس في داخل المحافظة على حساب أبناء الوطن وأبناء المحافظة وأبناء المدينة، أو الكفاءات التي تستطيع إدارة دفة الأمور بصورة صحيحة، ولكنهم الحقيقة يستقدمون كل الشخصيات الفاسدة التي ممكن أن تتعامل معهم، ويتم استحصال مبالغ ثابتة تقريبا من كل الدوائر التي موجودة الخدمية في مدينة الموصل. هناك شخصيات متورطة بالفساد بشكل كبير، وهذه الميليشيات أو هذه المكاتب الاقتصادية للأحزاب الحقيقة فرضت أسعارها بشكل علني على كل الدوائر، فكل مشروع يتم إنجازه في المدينة يتم خصم المبلغ مقدما 10 أو 15%. الحقيقة هم يقلدون كل أفعال داعش مع إضافات بسيطة هنا وهناك، ولكنهم يسيطرون على كل مفاصل الدولة في المدينة المنكوبة وفي كل المحافظة، ولا يهمهم المواطن البسيط الفقير الذي الحقيقة يطلب منه أن يذهب إلى الانتخابات ويدلي بصوته، ولكن المحصلة هي واحدة. والحقيقة هذا حال أغلب محافظات العراق، وحتى المحافظات الآمنة الحقيقة أيضا منكوبة، ولكن ليس بدرجة مدينة الموصل ومحافظة نينوى. طيب، بصورة عامة بدقيقة لو سمحتم أستاذ زياد، الحكومة على علم بمسألة الفساد التي تحدث في العراق وأيضا في مدينة الموصل، نحن نتحدث عنها الآن. الفساد طبعا كما يعلم الجميع أنه فساد ممنهج، لكن هنا لماذا لا يتم محاسبة الفاسدين وبالتالي محاربة الفساد؟ ما السبب في ذلك؟ من يقوم بعمليات الفساد في مدينة الموصل وبقية المحافظات هو من قام بتوزير حكومة الكاظمي وقبله عادل عبد المهدي وقبله العباد وغيره. الحقيقة هم قادة الفساد من تلك الميليشيات، لذلك معظم غالبية أعضاء البرلمان العراقي اليوم الحقيقة هم متهمين بالفساد، وكلهم في محافظته ومدينته، وكلهم لم يقدموا لناخبيهم أبسط شيء. هناك بعض المناطق نعم، ولكن في مدينة الموصل ومحافظة نينوى لدينا 34 نائب ما عدا الكوتا. الحقيقة أستطيع أن أقول واحد أو اثنين منهم الحقيقة يعني نوعا ما يؤدون بطريقة أخرى ما عليهم، ولكن البقية للأسف الشديد مشاركين بالفساد بشكل موغل وكبير جدا. عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، شكرا جزيلا لكم.